مسرحة رمي التماس لمصلحة الشمال بلمسة مجددة. ياسين يعقوب تغيير اتجاه اللعب إلى ماتياس. والله الكابتن هشام غزون مدرب نادي الشمال بالأمانة له بصمة واضحة على أداء لاعبي نادي الشمال في قضية، يعني أنت تشاهد أن فريق في له شغل وفي له التكنيك معين في أرضية الملعب يعمل عليه، تناقل الكرات على الأرض، تحركات اللاعبين في وسط البناء من الخلف بأريحية، الخروج من أي ضغط، في شغلات فنية ممتازة يعمل عليها. واضح تماما نادي الشمال أنها كانت حاضرة بشغل كبير جدا من مدرب الفريق هشام غزوني. هنا الصافرة تأتي